ثالث المراكز، ثالث المراكز يدهم النصيب، يدهم النصيب. فخر سالم العلي بن مسلم بن سعد الرشدي وصلت على نسبة 94% بين المملكة، مملكة المهيجي والحرس صالح بن مسلم بن سعد الرشدي. وين يروح الناموس؟ المملكة ولا الحرسة؟ تهانينا تهانينا والناموس يا راعي المملكة يا راعي. وثاني المراكز يذهب من نصيب الحرصة المملوك لصالح بن محسن بن صالح بن بخوت بن هادي. بين ياسم الضايع بن صبيان بن عيضة بن ضناف بن هادي وبين حياه التدريب بن يوسف بن صالح بن محمد بن حرمي وبين ماهر بن ناصر بن محمد بن صالح بن منصوري. ثالث المراكز يذهب من نصيب مياسم الطايع بصحيان من عيضة بن ضناف بن هادي وصلت على نسبة 91%. هيافة بن منين ولا ناهل؟ هيافة بن منين أول مشاركة لها وهي هيافة بن مقرن. هيافة بن منين ولا ناهل؟ هيافة ولا ناهل؟ ونقول تهانينا 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 والناموس يا بن منيف المحرم الناموس. وثاني المراكز ذهب من نصيبنا إلى الناصر بن عموش بن صالح المنصوري. وسلام يا بن منيف سلام، وسلام يا حيافة بن منيف سلام. نحييكم مشاهدينا من أفضل شتاء في العالم في عروق الظفرة. طبعا عروق الظفرة مثل ما نشاهد المنصة في وسط الكثبان الرملية للظفرة، منظر مهيب، منظر جميل، المهرجان الظفرة وأجواء جميلة فيها الأجواء الشتوية العالمية. هذا مثل ما نشاهد وياكم هذا مهرجان الظفرة ومنصة الظفرة وتوزيع النتائج الآن. الآن توزيع النتائج بنعطيكم المسيرات وبنعطيكم فرحة هالناس كيف يفرحون ويطلعون فردياتهم ويسحبونها في منظر جميل في مهرجان أجمل. شكرا حقيقة للمنظمين، شكرا لإدارة المهرجانات في أبوظبي على هذا التنظيم الجميل وعلى هالمهرجان الجميل. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هالأجواء الجميلة وعلى هالمشاركات الفعالة. ومثل ما نشاهد وياكم هذا فرحة الفائزين، اسحبوا فردياتهم مثل ما نشاهد. مسيرة راحت مع جانب المهرجان شرقا وثلاث مسيرات ساحبينها هلها مثل ما نشاهد وياكم بيطلعون بها الحين في فرحة عارمة في مسيرة وهازيج جميلة في مهرجاننا الأجمل. هذه الفرديات طلعت موشحة، كل واحدة ملبسها وشاح، أفضل وشاح، أطيب وشاح، أغلى وشاح. هذه أحد المسيرة، هذه المسيرة الأولى اللي طلعوا أهلها واستلموا فرديتهم موشحة واستلموا درعهم وجوك ساحبين فرديتهم إلى المخيم حقهم، متجهين للمخيم، متجهين طبعا جنوب من المنصة، جنوب من المنصة متجهين في مسيرة جميلة. يمشون طبعا على مهلهم بفرديتهم بالوشاحات موشحة فرديتهم والدروع في يده اللي على القعدة بتشوفونها الحين من قرب، بتشوفون الآن من قرب. هذه أجوى مهرجاناتنا في الخليج، هذه أجوى مهرجانات الظفرة، هذه فرحة الفائزين. شوف فرحة الأطفال طالعين مع فتحة السيارات. ومثل ما شاهدوا وياكم نتمنى لكم الناموس والفوز والسلامة والأمن، ويحفظ الله شيوخ البلاد، ويحفظ الله لنا الشيخ محمد بن زايد
وجميع شيوخ الإمارات وشعب الإمارات ورجال الإمارات والمشاركين في الإمارات مثل ما نشاهد وياكم فرحة جميلة، يعني فرحة ساعات لا تنسى، ساعات يسجلها التاريخ. وحنا في قناة العساس يعني وثقنا لكم هاللقطات، وثقنا لكم هالفرحة، وثقنا لكم هالإنجاز الكبير. هذول جماهير الإبل، جماهير الإبل يمشون بهدوء. طبعا حاولنا ناخذهم في منظر جوي بطائرة قناة العساس، حاولنا ناخذ المسيرات هذه، المسيرات الأولى والمسيرات الثانية وراها، وفرحة الأطفال مثل ما نشاهد وياكم فرحتهم وفرديتهم معهم ومشحينها، واللي على القعدة يرفع الـ يرفع الـ تشوف يرفع الدرع، طبعا كان يرفع الدرع وخذه منه، الحين يلوح بيده للطائرة ويلوح للتصوير من الفرحة، فرحين وفايزين ومتنومسين. ويجي على أيامكم فرحة يا هالإمارات، يا على أيامكم فرحة يا هالإمارات وهالخليج عامة والمسلمين عامة. هذه المسيرة الثانية، هذه المسيرة الثانية، هذول أسحبوا فرديتهم موشحة متنومسة ومتجهة لمخيمها. والثانية المسيرة الثالثة، طبعا المسيرة الثالثة مثل ما نشاهد وياكم، مثل ما نشاهد وياكم يمشون في هدوء وهزيج وفرحة وناموس وفخر وساعات جميلة ولحظات تاريخية، لحظات تاريخية في هالفوز. نعم، ارفع ارفع الدرع فوق، ارفع الدرع فوق، ويحق لك ان تفخر، ويحق لك ان تنومس فرديتك مشحب وشاح الظفرة ودرع الظفرة في يدك، ومسيرتك معك وربعك وقبيلتك وجماعتك ومحبينك معك. يا على هالأيام فوز وفرحة مستمرة.